ولمزيد من التفاصيل والمعلومات تنضم إلينا من واشنطن مرح البقاعي، الكاتبة والباحثة السياسية ورئيس تحرير موقع وايت هاوس بالعربي. سيدة مرح، أهلا ومرحبا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني تصريحات وما قاله رئيس يعني حزب الله حسن نصر الله اليوم حملت معاني كثيرة، لعل هناك معنى مهم للغاية. حسن نصر الله قال بأن يعني الحزب لا يريد حربا شاملة مع إسرائيل، وذكر أيضا في موقع آخر بأن لو أن الحرب فرضت علينا. كيف يمكن لنا أن نفهم من هذه الكلمات أن الحزب لا يريد أن يكون هو البادئ وهو من يبادر إلى انفجار هذه الأزمة والقيام بالحرب؟ صباح الخير بوقتكم في القاهرة، وكل عام وأنتم بخير وجمهور القاهرة الإخبارية الكريم. بداية، التناقض في حالته المثلى في تصريحات وخطاب السيد حسن نصر الله الذي ألقى فيه خطاب الحرب ولا حرب، بمعنى أنه غير أصلا يعني مخول بإطلاق إعلان حرب، لأنه ليس الدولة اللبنانية. الدولة اللبنانية لها حكومة، إذا أرادت الحرب وهي لا تريدها هي يجب أن تعلن الحرب بنفسها، وليس فصيل مسلح في الدولة اللبنانية. ثم هدد الدول جميعا بما فيها دولة قبرص، يعني يهدد الجميع، يرسل الرسائل في كل الاتجاهات. وأنا أعتقد أن خطابه كان متشنجا جدا، غير موضوعي. وحتى الحرب التي أعلن عنها عليه أن يتذكر ما قاله في عام 2006 عندما قال: لو علمت أن هذا سيحدث في لبنان لما اختطفت الجنديين الإسرائيليين وقمت بالحرب على إسرائيل. نعم، يعني دعيني أتوقف عند أن الجيش والحكومة اللبنانية هم المسؤولان عن يعني إعلان الحرب من عدمه، لكن كيف يمكن لهذه الحكومة وللدولة اللبنانية في ظل ما تعانيه من أزمات داخلية ووضع اقتصادي مهترئ وما يعانيه الجيش أيضا من ضعف ووهن وأيضا ضعف في المرتبات وغير ذلك، وعلى النقيض قوة حزب الله على المستوى البشري وعلى مستوى العتاد؟ يعني من الواضح جدا أن لحزب الله الكلمة وأنه قادر على القيام بهذه المسألة. أتوقف فقط عند هذه النقطة، كما ذكرتي بأن الجيش أو الحكومة هي من تتحدث، كيف ذلك؟ سيدي، كما تعلم مؤكدا أن قائد الجيش اللبناني كان في زيارة ناجحة جدا هنا في واشنطن منذ أسبوع فقط، وتلقى دعما جيدا من واشنطن سياسيا ودعما أيضا غير سياسي، لأنه كما تعرفون أن الجيش اللبناني يسلح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة لماذا الدولة لا تعلن الحرب، بكل بساطة لأن الدولة لا تريد الحرب، ولأنها كما تفضلت في سؤالك الذي يحمل الجواب نفسه أن الدولة غير جاهزة للحرب ولا تريد الحرب، وهي في حالة اقتصادية صعبة جدا. لا يوجد أيضا على المستوى السياسي رئيس جمهورية في لبنان، فيأتي فصيل مسلح هو ضد كل الشعب اللبناني، ضده إن لم نقل معظم الشعب اللبناني، لمنع يعني الحرب. فهذه سيدة مرح، دعيني عفوا أتوقف عند هذه النقطة. إسرائيل أيضا تتحدث عن أنها جاهزة لكل السيناريوهات على الجبهة الشمالية، ولكن الوضع الميداني يقول عكس ذلك. حماس والتي هي عسكريا أضعف بكثير من حزب الله، إسرائيل في خلال 9 أشهر لم تستطع أن تحقق إنجاز كبير ولم تستطع أن تنتصر على حماس. هل إسرائيل لديها القدرة على أن تحقق انتصار على حزب الله أو أن تحقق انتصار ما في الجبهة الشمالية، وذلك في ظل تعدد الجبهات كما نتابع؟ سيدي، الطرفان متطرفان، نتنياهو وحكومته والمتطرفين في حكومته تحديدا، وحزب الله وحماس ومن وراءهم في طهران متطرفون أيضا، هم مسؤولون أن الشرق الأوسط يعيش هذه الحالة من الفوضى. نعم، يعني أنا أتحدث هنا عن مدى قدرة وقوة الجيش الإسرائيلي الذي يعاني على مدار 9 أشهر من الإرهاق والمعاناة في قطاع غزة. غير قادر أبدا، هو استقوى فقط على المدنيين في غزة، يعني لم يستطع أن يصل إلى
قائد من حماس واحد، وهو يعني يتصيد الآن القادة في حزب الله في لبنان. لكن المعركة وفتح معركة وحرب على جبهة شمالية شيء آخر، ونحن نعرف أن المبعوث الأمريكي السيد هوكشتاين عاد خائب الأمل وخالي الوفاق، وكان يعني في حالة، يعني نقول أنه كان في حالة عصبية من لقائه مع نتنياهو، لأن نتنياهو لا يريد أن يستمع لنصائح أمريكا، وفي نفس الوقت يطالب أمريكا بالسلاح ويطالبها أن لا تقف بموقف المكتوف الأيدي أمام طلباته للأسلحة، ويشبه نفسه بتشرشل. يعني هذا الشيء مخزي الحقيقة. الشرق الأوسط يقع بين فكي كماشة، طهران وميليشياتها من جهة، وإسرائيل وحكومتها المتطرفة من جهة أخرى. يعني سيدتي الكريمة، دائما ما كان المسؤولين الأمريكيين يتحدثوا عن ضرورة وجود إسرائيل ودورها المحوري في المنطقة، وعلى رأسهم بالطبع بايدن الذي تحدث أكثر من مرة على أنه لو لم تكن إسرائيل لخلقنا إسرائيل، وكلنا نعلم مدى الحاجة التي يعني تقوم بها إسرائيل لخدمة الغرب والولايات المتحدة. لكن في ظل هذه الأحداث، إلى أي مدى باتت إسرائيل عبئا ثقيلا على الولايات المتحدة نتاج ما ترتكبه من سياسات تؤدي إلى يعني تهديد المصالح الأمريكية والغربية في المنطقة؟ هي عبء ثقيل بالفعل، وهذه كلمة جيدة التي استعملتها، على الحكومة الأمريكية من جهة، على الرئيس بايدن شخصيا، وعلى الشعب الأمريكي، لأن الشعب الأمريكي يرى على الشاشات ما يحدث للمدنيين أهلنا في غزة، الأطفال والنساء هم الضحايا الحقيقيين، ولا يشاهد أي قائد أو أي جندي من حماس يقتل، لكن من يقتل هم المدنيون، أصبحت عبئا فعلا على حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية. ربما تبعت ما يدور في وسائل الإعلام حول اتساع هوة الخلاف ما بين نتنياهو والرئيس الأمريكي بايدن حول ما يجري في قطاع غزة، وأيضا التصعيد على الجبهة الشمالية. كيف تقرأين هذا التصعيد، وما هي العواقب نتاج هذا التصعيد؟ الذي يصعد هو نتنياهو، يريد أن يسير الأمور على مزاجه ومزاج حكومته. لم يستمع إلى نصائح بايدن منذ بداية الحرب، الذي قال له بشكل واضح جدا: لا تخطئ الخطأ الذي أخطأناه نحن في العراق وأفغانستان، لا توغلوا في الانتقام، الانتقام شيء سيء ولن يوصلكم إلى شيء. نتنياهو يريد الانتقام، والانتقام يعني خصلة في النفس البشرية بشعة جدا، وهي التي توصلنا إلى هذه الحالة، لكن للأسف لا يستمع للنصائح. يعني من وجهة نظرك، ما هي الخطوة التي يعني لو قام بها نتنياهو وحكومة حربه ستضطر الولايات المتحدة لأن تتدخل بثقلها، ولربما يمكن أن تدفع لي يعني الإطاحة بهذه الحكومة؟ من يطيح بهذه الحكومة أو سيطيح بهذه الحكومة في إسرائيل ومن الشعب الإسرائيلي. نحن نشاهد أن المظاهرات تجددت، المظاهرات اللي كانت موجودة حتى قبل 7 أكتوبر، لا يريدون هذه الحكومة. أعتقد أن الحكومة قريبة جدا من السقوط، وإن شاء الله ستأتي حكومة معتدلة يستطيع العالم أن يتعامل معها، ونستطيع هنا في واشنطن أن نتعامل معها بشكل أفضل. نعم، كنت معي من واشنطن مرح البقاعي الكاتبة والباحثة السياسية، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.